السلام عليكم، مرحبا بكم. حكيمة بنت العاصمة معكم، خواتاتي ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم حبيت يعني نشارككم في واحد الوصفه كيفاش راني حندير بطريقتي دولمه، يعني تاع السردين. وهاد السردين انا اليوم شريته، وما يخفالكمش انا كي يكون صغير بزاف نحب نديرو دي بولات يعني دولمه، يعني ما الفا نديرو شطيط حامي، نحيلو غير الشوك تاعو ونطيبو ويجي بنين، ما تصوروش كاشينا. ان شاء الله نديره لكم، وعندي ديجا حبت لكم ديجا فيديو تاع يعني تاع شطيط حاسردين. مي هذا اليوم هاد النوعيه بزاف صغير، شوفوا انا كي نشوف هاد النوعيه نحب ديما نديرها دولمه بلي بولات. دوك نوريكم هاد الدولمه واش راني حندخلو فيها. انا بالنسبه للطماطم عندي جوج حبات كبار، يعني نحيت لهم الزريعه ونحيت لهم الجلده وميكسيتهم. وبالنسبه للعكري انا خدمته هاو كاين دوك في السوق، هاد اللحمه شديناه نحينا له يعني الزريعه باش ما يجيناش حار بزاف، ويعني فورتو درت له شويه وريقه تاع الرند وشويه زيت ونخدم به بلا ما ندير العكري. وبالنسبه للرند احنا نسحقو يعني في هاد الدولمه، نسحق الرند والثوم يعني تكون كميه كبيره كيما راكو تشوفوا. نقرب لكم شوفوا الكميه تكون كبيره. وعندي مغرفه تاع الطوماطيش تاني كبيره حليتها في شويه ما يعني باش تروح لهذيك القروصيه. وبالنسبه للروس حنا راح نديروا يعني هاد الدولمه ندخلوا لها الروس. درت زوج مغارف كبار يعني بومبي تاع الروس. علاش هاد الدولمه؟ يعني اليوم راني حنحضرها لكم بالروس، يعني تعطي ذوق بنين. وعندي المعدنوس. وبالنسبه للتوابل عندنا الكمون، هاد الدولمه تاني تسحق الكمون، وعندنا الملح وعندنا فلفل الكحل. وانا العكري ما نخدمش على خاطر ديجا اللي حنستعمل هاد العكري هو حار، وعندي زيت. دوكنا واش ندير؟ نروح يعني نواسي التوب تاعي ونعاود نولي ليكم. انا دوكا راني التوب تاعي يعني راني رابيتو، شوفوا الكميه تاع التوب نقسمها على زوج. دوك نديرو الزيت نوريكم يعني يعني نوريكم مقادير يكونوا ما نغطوش كاع فيهم. شوفوا انا راني حندير مغرفه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. نقول لكم علاش الزيت نكثروا في هاد الدولمه، يعني ما في الشطاطح كاع نديروا الزيت، يعني باش ما تجيناش يعني ما هي بزاف ما تجيش ما تعطيش بنا، ما نكذبش عليكم. ندير هذوك الوريقه تاع الرند، وانا هاد الثوم قسمته شويه نخليه للسردين كي نبدا. وندير الثوم تاعي هكذا، وندير شويه تاع الملح، ونخلو الثوم تاعنا يتجمع. انا دوك شوفوا عندي ان ريسيبيون مانيش حندير كاس، يعني هذا كاع نديرو هنا باش نكونو نخدمو اليز ما نكذبش عليكم. وعندي شويه تاع الثوم اللي قلت لكم، ونديرو شويه تاع الملح على خاطر انا ديجا درت الملح، وشويه فلفل الكحل بالنسبه للتوابل. والكمون نديرو قسم غرفه كبيره تاع الماكله هكذا كيما كنتو تشوفوا، وندخلوا هذوك الزوج مغارف تاع الروس. تكون يكونوا الروس بومبي يعني معمرين، هاد الدولمه تسحق بزاف يعني الروس هي يبنن لها يعني. ونديروا هكذا معدنوس شوفوا، وندير شويه تاع الحار وحلو وحار يعني هذا ما كان واش نسحق. ونخلو يعني كراسي كاع هذيك يعني هذاك السردين تاعي. انا هنا استعمل يدي باش تشوفوا، بسم الله شوفوا هكذا. ونخلو كاع يشرب هذوك التوابل باش نبداو نديرو في لي بولات تاعنا. شوفوا ديجا هو السردين يا اخي قلت لكم صغير، هذا نوعيه صغيره. نخلو السردين تاعنا كاع يرتاح ونعاود نولي لكم. شوفوا يعني هاي تشمر لي هذاك الثوم. دوك انا ندير الطوماطيش تاعي كيما راكم تشوفوا تتشمر مليح، ونديروا شويه هذاك اللي هو عكري وحار يعني ما كثرش. نتو على حساب واش كاين اللي يحب ياكل بزاف الحار، كاين اللي شويه برك. وخلو يعني قبل ما ندير توابل يعني خليها الطوماطيش تعطي تجميره شويه باش نبداو نكملو يعني التوابل تاعنا.
حنا شوفوا، انا خلينا يعني شرب كاع هذاك يعني التوابل اللي درناهم. دوك نبدا قدامكم نفصل فيه يعني بسم الله. ناخدو دي بولات ما كبار بزاف ما صغار بزاف، وننصحكم كي تكونوا يعني تواسو يديكم ديما يكونوا شويه شامخين باش السردين يشد لنا. بسم الله صدقوني هاد الطول ما شحال بنينه بنينه. يعني رانا في لا بيريود تاع السردين، يعني وانتوما يعني واسو الفرصه باش تقدروا ديروا هاد يعني هاد الطبق تاع الدولمه تاع السردين. شوفوا زيد الحبه الرابعه معاكم، ولي بولات ما نديروهم كبار ما نديروهم صغار هكذا، يعني نديروهم بهاد الطريقه هكذا. شوفوا ونكملوا كاع هاد الدولمه حتى في الاخير. يعني درت لي بولات تاعي، دوك انا نكمل ندير الطوماطيش هذيك اللي ما كملناهاش. بسم الله هاي تجمرت لنا حطيتها في شويه ماء. وبالنسبه للتوابل حنا درنا بصح لازم نديرو هاد الكميه تاع فلفل الكحل، وما يكثرش انا فلفل الكحل يعطيني يولي الطبق تاعي ماشي بنين، يجينا كلي حار. وديجا حنا درنا الحار بالنسبه للكمون، يعني هاد الطبق يسحق الكمون، انا ندير قسم غير فا اسوب تاع الماكله هكذا. نزيدو شويه تاع معدنوس هكذا كيما قلت تشوفوا، نزيد نخلي تتجمر، نخلي يعني هاد الدرسه تاعي ما تزيد نعطيها تجميره. شوفوا راهي يعني الدرسه تاعي راهي تجمرت. شوفوا دوك انا واش ندير قبل ما نمرقها، نسبق ندير نحطو سلي بولات تاعنا غير بشويه. بسم الله يعني غير بشويه برك، صدقوني يعني هاد الدولمه حمرا تاني بنينه يعني. وهاي يعني هاي كاين شويه السردين هذاك الرقيق، يعني انا ديما كي يكون السردين رقيق ديما نحب ندير هاد الدولمه. وشوفوا يعني انا هنا راني حنعطيها، شوفوا الماء واش راني حنمضق، غير تمريقه غير صغيره وما نزيدولهاش كاع الماء بهكذا، يعني بهاد البول غير صغير، ونقصوا لها نار غير قليله. ما يخفالكمش هاد السردين يعني صغير بالبزاف ما يدومونديش يعني وقت كبير في الطياب، نقصوا نار قليله وخلوا الطبق تاعنا يطيب. بعد ما يطيب ان شاء الله نوريه لكم حاضر على مائده التقديم ان شاء الله. ما تاعنا تاع نهار اليوم صدقوني بنينه بالبزاف، شوفوا كيفاش عاقده المرقه تاعها، وانا زدت لها يعني في الاخير يعني رشه تاع المعدنوس. والحار انتوما الحركه شفتوا كيفاش قلت لكم، يعني انا تاع اليوم هذه جاتني حاره يعني راني يعني دقتها، وانتوما ان شاء الله ديروها وان شاء الله تنجحوا فيها. وهاد الظلمه تاع اليوم اللي درتها معاكم يعني تاخذوا يعني الفرصه على خاطر السردين هاو جا شويه رقيق، نقدروا يعني نديروها بهذه الطريقه اللي وجدتها اليوم معاكم. وما اقول لكم خواتاتي ان شاء الله ديروها وتنجحوا فيها. وزيد نقول لكم في الاخير ما بقى لي غير نقول لكم يعني تهلاو في صحتكم وفي امان الله، وما بقى لي تاني غير ناكد لكم باش يعني نواصل معكم هذا الميدان تاع الطبخ والحلويات، باش يعني تشجعوني بالمشاركه تاعكم تكون قويه باش نقدر نواصل معكم هذه الاطباق العاصميه. في امان الله.